من ابو ظبي مع العميد خالد النسي المحلل العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده العميد. عسكريا لو نفهم اكثر اهميه التطورات الاخيره، ان كان تقدم الجيش اليمني بلحج او ايضا الضغط الذي لا يزال مستمرا في صعده. مساء النور. طبعا التقدم الملحوظ في اليومين الماضيه، التقدم الذي حدث في بالمنطقه الجنوبيه للجهه الجنوبيه لتعز والقادم من المحافظات الجنوبيه وخاب التحديد من محافظه لحج، وصل انه حرر الشريجه الان هو تقريبا على مشارف مدينه الراهده ثم الى الدمنه، فهذا هو التقدم الملحوظ والذي كان استعصى خلال الفتره الماضيه تقريبا، استعصى لانه هناك كان في قوات حوثيه موجوده وطبيعه المنطقه الجغرافيه تساعدهم للدفاع عن هذه المنطقه، ولكن بفضل طبعا الدعم والتنسيق مع دول التحالف تم تحرير هذه المنطقه. وتقريبا على ما نتابع الاخبار انه هناك في خطه لتحرير تعز المدينه من ثلاثه محاور، من القوات هذه القادمه من الجنوب بالاضافه للقوات اللي موجوده في الجبهه الشرقيه، وهناك طبعا قوات موجوده في الجبهه الغربيه لتعز. فتوجه الان تقريبا الاخبار تقول هكذا انه في الان في وضع خطه لتحرير فك الحصار على المدينه وتحريرها. في هناك ايضا في تقدمات ملحوظه باتجاه الحدود المشتركه ما بين صعده والجوف باتجاه وحرروا مع معسكر طيبه في منطقه برط العنان، وممكن يفتحوا جبهه رابعه باتجاه مدينه صعده. طيب التصعيد بموضوع ايران والملف الايراني الى اي درجه سيؤثر في دعم الحوثيين؟ طبعا نشهد التطورات عديده في الايام الاخيره، الى اي درجه سيؤثر بالحوثيين وبالتالي بادائهم على الارض وبتقدم القوات اليمنيه وحسم معركه؟ طبعا لا يخفى على احد انهم الحوثي هو مجرد عسكري او اداه بيد ايران، وايران طبعا لا يهمها الحوثي ولا الملف اليمني ولا الشعب اليمني، ولا هي فقط تريد تحقق. طبعا ايران لها يعني ملفات متشعبه في عده اتجاهات في عده اماكن وعده دول، فهي فقط تستخدم الحوثي للضغط فقط من اجل تحقيق مكاسب اخرى في مناطق اخرى. فاذا يعني في يوم مثلا يعني الحسابات الايرانيه انه ممكن تحقق مكاسب في مناطق اخرى، ممكن تتخلى بكل سهوله عن الحوثي وهو مجرد اداه فعلا. ففي الاخير هو جندي ماجور، وفي الاخير طبعا السياسه الايرانيه والنهج الايراني انه يتخلوا بكل سهوله عن اي حليف لهم بمجرد انه يحقق مكاسب اخرى. فاحنا نشاهد ونتابع انه هناك في ضغوطات دوليه طبعا في الملفات السياسيه، في ضغوطات على مستوى مصالح دول مصالح منظمات في اتجاه هذا الجانب. احنا نتوقع انه ربما يعني تكون يعني مكاسب الايران في مناطق اخرى وتتخلى عن الملف اليمني بشكل عام. الحوثي هل يعي هذا سياده العميد؟ هل ممكن ان نشهد تغيرا في المسار الذي يسلكه؟ الحوثي لا يملك خياره، لا يملك قراره على الاطلاق، لانه فعلا يعني هذا ليس من باب المبالغه، ولكن هذا الواقع يقول انه الحوثي مجرد جندي ماجور. يعني في الاخير لا يملك قراره حتى انه يتخذ قرار او يشوف مصلحه الوطن او مصلحه الناس او مصلحه انه في الاخير لم يحقق شيء، وانه هذه الحرب يعني لانه في الاخير هو مجرد ماجور، وربما ينفذ جزء من سياسته هو ادخال اليمن في صراع، ادخال البلاد في صراع، ادخال المنطقه في صراع، هي جزء من 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 من, من المهمه الموكله له. هو في الاخير لا يملك قراره، لانه القرار فعلا بدون مبالغه هي بيد ايران، وكل الحقائق تقول كذا. فانك اننا نراهن على حوثي ولا على قرار حوثي، لانه لا يملك القرار في الاخير. موضوع الاسرى، بس استفسار اخير سيد سياده العميد، في بالتقدم طبعا نتحدث عن قتلى تقدم عسكري، ونتحدث عن كخسائر ايضا قتلى من الحوثيين وعمليات اسر ايضا. موضوع الاسر هل يضيف شيئا للقوات اليمنيه ان كان من خلال اخبار؟ طبعا احنا بالتاكيد طبعا احنا لا مثلا كتحالف وقوات يمنيه عندها من مثلا من العناصر الذي يمدون بالمعلومات الموجودين حتى في مناطق سيطره الحوثيين بكل تاكيد. لكن انك مثلا من افضل ما يعني حتى على المستوى الاستراتيجي العسكري، انك عندما تمسك اسير مثلا، وخاصه لما يكون اسير عسكري او من القيادات، هو بكل تاكيد سوف يعطي معلومات قيمه بالنسبه، وسوف يعني تختصر لك كثير من التعب والمشقه وحتى الوقت، لانه سوف يعطيك بالتاكيد معلومات بكل تاكيد معلومات عن قيادات، عن غرف عمليات، عن تواجد اسلحه، عن مثلا خطوط امداد، عن طرق تمويه. بكل تاكيد الاسرى سوف يمدون القوات بمعلومات قيمه، ونتمنى انها تكون في سياقها ويتم الاستفاده منها.
أنا أشكرك سيادة العميد خالد نسي المحلل العسكري والاستراتيجي على وجودك معنا، كنت معي عبر الهاتف من أبو ظبي.